فيها رجال تحبها الكويت الكويت واحنا معاها كلنا الغلاها جينا نغني في حبها الكويت 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 دولة ما تنحني لا فيها رجال تحبها والشاب الذهب وعروس البحر بل تاج العرب قد بناها القوم من أجدادنا فارتقت في المجد هامات السحب إنها ليست كويتا وكفى إنها بيتا ومأوى ونسب يا بلادي دمت للكون ضياء وملأت الأرض شعرا باسم ثانوية طالب الزعيم وزارة التجارة الإدارية نشكر إدارة توفيق الأدوية على الإعطاء والتدعيم والمحاضرة اللي كانت فعلا قيمة ومحاضرة كانت فعلا هادفة وأرجو أن طلابنا يستفادوا منها وتفيدون المجتمع الخارجي اللي راح يكون فيه إن شاء الله بإذن الله. شكر مرحوم الأخوة الكريم هنا أصبح المجد هنا وعاد يجدو بالغنى بالفخر خلنا لنا وكلنا نحتفل بك كلنا يا غلانا وأمنا جعلك العمر جهنا اليوم استضفنا مدرسة فعلا تشرفنا بوجودها خالد بن سعيد من منطقة الجهرة مدرسة مميزة إدارة أبو علي مميزة الأستاذ حسن العنزي الطلبة جدا مميزين نشكر يعني بصراحة احنا نشكر وجودكم اليوم معنا نشكر ولا تعبتم إن شاء الله يا شباب اليوم انتم ثانوية مميزة وان شاء الله نصوت ونفوزكم ان شاء الله تستاهلون الفوز الثانويه ثاني مميزه فاضلين انفسنا زين اذا تحبون تقولون اي كلمه قولوها استفدتوا شيء يا شباب استفدتوا من المحاضرات عرفتوا عن الهرمونات عرفتوا عن الادمان نبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي ما نكون احنا صيده حق احد وفريسه حياكم الله شباب وفيدوا غيركم شباب وفيدوا غيركم يا شباب